الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وحشتوني الاسبوع اللي احنا خدنا فيه اجازه ده، اظن عيدنا واتبسطنا وعملنا كل اللي في نفسنا. نرجع بقى للمذاكره. اخر درس كنا واخدينه مع بعض كان احوال بناء الفعل الامر واحوال بناء الفعل الماضي، وقلنا في الدرس ده اننا هندرس الفعل المضارع منفصل عن باقي الأفعال. النهاردة هنبدأ في إعراب الفعل المضارع. قبل ما نبدأ لازم نعرف يعني إيه فعل مضارع. بيقولك الفعل المضارع هو حدث يحدث الآن ويستمر لفترة في المستقبل. يعني لما أقول يتكلم، أو أنا بتكلم دلوقتي وهستمر لفترة أتكلم. يسمع، أنت بتسمعني دلوقتي وهتستمر لفترة تسمع. مثل ما نقول يحب، نسافر، أقرأ، تساعد. ولازم أخلي بالي إن الفعل المضارع لابد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة، وحروف المضارعة جمعها النحاة في كلمة أنيت. يعني أي فعل مضارع لازم يبدأ بألف أو نون أو ياء أو تاء. طيب، زي لما أقول يحب، نسافر، أقرأ، تساعد. والفعل المضارع ليه ثلاث حالات للإعراب، فهو ينصب ويجزم ويرفع. النهاردة هناخد أول حالة من حالات إعراب الفعل المضارع، وهي نصب الفعل المضارع. علشان الفعل المضارع يكون منصوب لابد أن يسبقه أداة نصب. يعني أنا قبل ما أعرب الفعل المضارع، قبل ما أقول أي حاجة، أبص قبل الفعل، لقيت أداة من أدوات النصب، يبقى الفعل المضارع في هذه الحالة فعل مضارع منصوب. طيب، إيه هي أدوات نصب الفعل المضارع؟ أدوات نصب الفعل المضارع لازم أحفظها لو سمحت زي اسمي بالظبط، لأن أول ما أشوف الأداة خلاص يبقى أنا عربت الفعل اللي وراها. أدوات نصب الفعل المضارع: أن، لن، كي، حتى، لام التعليل، لام الجحود، وثاء السببية. أن ولن وكي وحتى ولام التعليل ولام الجحود وثاء السببية. طيب، لازم أخلي بالي من ملحوظة هامة جدا جدا. أنا عندي في أدوات النصب اتنين لام، حاجة اسمها لام التعليل وحاجة اسمها لام الجحود. طب أفرق ما بينهم إزاي؟ لام التعليل ولام الجحود الاتنين بيجوا في وسط الجملة، بس لام التعليل بمعنى بسبب أو علشان، أذاكر لأنجح، أذاكر علشان أنجح، يبقى هنا دي لام التعليل. أما لام الجحود فإنه قالوا لي علشان أفرق ما بينها وبين لام التعليل، فخلوا لي لام الجحود لازم تكون مسبوقة، يعني قبلها كون منفي. إيه كون منفي دي؟ كون منفي دي يعني أي حاجة من كان منفية. يعني ممكن تلاقي قبلها ما كان أو لم يكن أو لن يكون. طب زي إيه يا مس؟ زي لما أقول مثلا ما كان محمد ليكذب، أهي فين الفعل المضارع عندي؟ يكذب. فين اللام اللي قبلي؟ اللام اللي لازقة في الفعل، ليكذب. عرفت منين إنها لام الجحود؟ علشان ما كان اللي قبلها، ما كان محمد ليكذب. طيب، لم يكن المؤمن ليؤخر الصلاة، أهي لم يكن، يبقى اللام بتاعت اللي في ليؤخر دي هتبقى لام الجحود علشان الجملة بتاعتها مسبوقة بكون منفي. لن يكون المجتهد لا يهمل دروسه، يعني عمر ما المجتهد هيهمل دروسه. لقيت كون منفي في بداية الجملة وفعل مضارع متصل به اللام، يبقى اللام في هذه الحالة تسمى لام الجحود. طيب، تاني ملحوظة عندي فاء السببية. أعرفها إزاي فاء السببية دي؟ بيقول لك فاء السببية هتلاقيها متصلة بفعل من الأفعال المضارعة، بس لابد أن تسبق بطلب. طب إيه الطلب ده؟ أمر أو نهي أو استفهام. يعني هتلاقي الجملة في البداية أولها يا إما أمر، زي لما تقول مثلا ذاكر دروسك فتنجح، ذاكر هي أمر فتنجح، يبقى الفاء اللي متصلة بالفعل دي هي فاء السببية، والفعل اللي وراها فعل مضارع منصوب. نهي لما أقول لك مثلا لا تهمل دروسك فتندم، أي لا تهمل نهي فتندم، يبقى الفاء دي فاء السببية والفعل اللي وراها هيبقى فعل مضارع منصوب. استفهام زي لما تقول هل تذاكر فتنجح، أهي استفهام، يبقى الفاء اللي فتنجح دي هتبقى هي فاء السببية واللي وراها هيبقى فعل مضارع منصوب. يا رب يكون الملحوظتين دول واضحين بالنسبة لكم.
طيب عرفنا امتى بيكون الفعل المضارع منصوب، وعرفنا ادوات النصب. طيب ايه هي علامات نصب الفعل المضارع؟ عندي علامتين لنصب الفعل المضارع في هذا الدرس. العلامة الاولى الفتحة الظاهرة، وبنصب الفعل بالفتحة الظاهرة اذا كان الفعل المضارع صحيح الاخر. وقلنا يعني ايه صحيح قبل كده؟ يعني بينتهي باي حرف ما عدا واي، ما عدا الواو والالف والياء اللي هي بسميهم حروف العله. الفعل بينتهي باي حرف ما عدا الثلاث حروف دول يبقى بسميه فعل مضارع صحيح الاخر، او لو كان معتل الاخر بالواو او الياء. انا قلت ان انا عندي ثلاث حروف عله، واو والف وياء، لقيته اخر واو او ياء هيبقى منصوب بالفتحه الظاهره. طيب تاني علامة من علامات النصب هي الفتحة المقدرة، والفتحة المقدرة دي إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف، يعني آخره ألف يسعى. إيه لو كان معتل الآخر بالألف هيكون علامة النصب الفتحة المقدرة. طيب خلينا نشوف مجموعة من الأمثلة مع بعض. أول مثال بيقول لن أهمل دروسي، فين الفعل المضارع اللي قدامك؟ بص كويس، أهمل. لازم قبل ما أعرب الفعل المضارع أبص قبليه، لقيت قبليه إيه؟ لن. لن دي حفظنا إنها أداة إيه؟ أداة نصب، يبقى خلاص الفعل اللي وراها منصوب. أداة النصب هنا لن، الفعل المنصوب أهمل اللي بعد الأداة مباشرة. هبص هلاقي الفعل هنا صحيح الآخر، يبقى علامة النصب إيه؟ الفتحة الظاهرة. نشوف الإعراب، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه صحيح الآخر. طيب المثال الثاني، يجب أن نتعاون مع الجميع، فين الفعل هنا اللي قبليه أداة النصب؟ نتعاون. فين الأداة اللي قبليه؟ أن. يبقى أداة النصب هنا أن، الفعل المنصوب نتعاون. أبص الآخر حرف في الفعل، النون، حرف صحيح ولا حرف معتل؟ حرف صحيح طبعا، يبقى علامة النصب الفتحة الظاهرة. فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه صحيح الآخر. المثال اللي بعده، أحب القراءة كي تنمو معلوماتي. أبص هنا، فين الفعل المضارع اللي قبلي أداة النصب؟ تنمو. فين أداة النصب عندي؟ كي. تنمو هو ده الفعل المضارع المنصوب. هبص الآخر حرف في الفعل هلاقيه واو، طالما لقيته معتل الآخر بالواو أو الياء هيبقى علامة النصب الفتحة الظاهرة برضو. فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طبعا أنا عرفت ليه هنا الفتحة الظاهرة، لأن هو معتل الآخر بالواو. طيب نشوف المثال اللي بعده، لما أقول ما كان المعلم ليتأخر عن الحصة، فين الفعل هنا اللي متصل بيه أداة النصب؟ يتأخر، ولقيت قبليه اللام. لازم قبل ما أقول هي لام التعليل ولا لام الجحود أبص لبداية الجملة، ما كان هيكون منفي أهو، يبقى اللام اللي قدامك لام التعليل ولا لام الجحود؟ اللام اللي بتسبق بيكون منفي تبقى لام الجحود. أداة النصب لام الجحود، الفعل المنصوب هنا يتأخر، وإعرابه هيبقى فعل مضارع منصوب بلام الجحود وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه صحيح الآخر. طيب احرص على المذاكرة فتضمن النجاح، هنا لقيت الفعل بتاعي متصل بالفاء، أبص لبداية الجملة هلاقي أمر، يبقى الفاء دي بسميها إيه؟ أسميها فاء السببية، والفعل اللي وراها تضمن هيكون إعرابه فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه صحيح الآخر. المثال اللي بعده، اللهم لك الحمد حتى ترضى، فين أداة النصب هنا؟ حتى. فين الفعل اللي وراها؟ ترضى، لقيته فعل مضارع ومعتل الآخر بالألف، هيبقى فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة المقدرة لأنه معتل الآخر بالألف. المثال الأخير، نهوى السفر
لنتعرف على ثقافات جديدة، أو لنتعرف علشان، لكي. فهنا اللام دي لام التعليل، والفعل المضارع المنصوب بعدها نتعرف، وإعرابه هيكون فعل مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه صحيح الآخر. أتمنى إن يكون الدرس سهل وبسيط عليكم، والشرح يكون واضح. أذاكر يا جماعة، وأذاكر بالكتابة زي ما اتفقنا، واحفظ كويس الأدوات علشان ما تتلخبطش، وإن شاء الله أشوفكم في درس تاني قريب جدا بإذن الله. باي باي.